حداقة أم مغربية، مرحبا بكم في قناتها. دائما الجديد، أكلات وصفات شعبية مغربية 100%، وإن شاء الله دائما الجديد. مرحبا بكم في قناتي. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كما كتشوفوا هاد الطابله هذه الصراحه اللي كتشهي كانت من عند واحد المتتبعه شاديه، كنصيفط لها ديديكاس هي وليداتها وحتى بنت اختها فاطمة الزهراء. فانا اليوم جيت درت معاهم الكوتي، عرضت عليا ولات صاحبتي، وصراحه تبارك الله عليها. داك الخبز ديال الزرع غزال جفن صايباتو، ان شاء الله شي مره غنرغبها ديروا معنا الطريقه ديالها فقط الا بغات ان شاء الله، علاش لا. وهي كانت قالت لي ان شاء الله غنوريك الطريقه، صراحه كيجي غزال، كتصايبو غير بالزرع بلا فورس. المهم البنات دابا غادي نساليو الكوتي مع صاحبتي وغتمشيو معايا باش نديروا معقوده الجزائريه بطريقه زوينه وجديده على القناه. السلام عليكم بنات، انا عارفه كنتعطل عليكم بزاف، ولكن ان شاء الله غادي نوعدكم، غادي نبقى صراحه ندير لكم الروتينات، ولكن كنبقى ندير لكم وصفات اللي ديال العشاء، واللي غتكون ما فيها لا لحوم لا والو، وسهله واقتصاديه. وبما احنا ولاد الشعب راه ضروري، او بنات الشعب فضروري كنبغيو الحاجه اللي ماشي مكلفه للعشاء ديالنا. ما يمكنش حنا غادي نديروا الغداء فيه اللحم والدجاج، ولا في الليل عاوتاني غادي نعاودوا نديروا داك الشيء. واصلا الناس اللي عز عليهم يعني فيجيتاريان وعز عليهم الخضر، فان شاء الله غادي نطرق لكم هذه الوصفات اللي غادي نبقى ندير، او هذه السلسله اللي غنبقى ندير. اليوم ان شاء الله غادي ندير معكم واحد معقوده، هي معقوده جزائريه ماشي مغربيه. كاينه المعقوده بطبيعه الحال المغربيه اللي كتكون بنفس الطريقه، ولكن هذه الطريقه شفتها عند واحد الجزائريه وعجبتني بزاف. هي صراحه ما درتش فيها البطاطا بتاتا، ولكن انا قلت باش تكون صحيه احسن نديروا فيها بطاطا، وان شاء الله المره الجايه علاش لا نديرها لكم بلا بطاطا. وصراحه البطاطا مزيانه للاطفال، ما جاتنيش ندير فيها انا غير الطحين هكذا، وان شاء الله صراحه جربتها وجات لذيذه بزاف البنات، وان شاء الله تعجبكم حتى نتوما. دابا انا شنو كندير البطاطا؟ ما عنديش كميه بزاف، انا دخلت فيها البطاطا على ود الوليدات الصغار، وحتى حنايا الكبار كنبغيو البطاطا كتكون بنينه وصحيه اكثر. المهم غادي نحتاجو فيها الطحين، هاد المعقوده. بالنسبه غتقولوا لي حنا المغاربه معروفين بالمعقوده، فعلا حنا المغاربه معروفين بالمعقوده، ولكن هاد الطريقه اللي قلت لكم بالذات شفتها عند واحد الجزائريه وعجبتني بزاف. المهم نشوفوا واحد غادي نحتاج اول حاجه غادي نجيبوا هذيك البطاطا ديالنا، البطاطا ديالنا نشلي هذه، نديرها في هذه الحيطه تكون سخونه باش تجينا ساهله. غير جربوها البنات غتعجبكم هاد العشيوه، وان شاء الله نوعدكم تقريبا يوميا غنبقى نحط لكم بحال هاد الوصفات ديال الاقتراحات العشاء. ولا عجبكم هاد الشيء كتبوها لي في لي كومونتير، ونبقى دائما نديرها لكم. البطاطا بالنسبه للبنات اللي غيسولوني شحال البطاطا، الا بغيتو ديروا جوج بطاطات كبار، ولا عندكم بطاطات صغيورين غديروا اربعه. المهم بعد ما طحنا البطاطا غنتمعكوها بالفرشيطه اللي بغيتو. ثاني حاجه غادي نزيدو على هاد البطاطا هادي، غادي نجيبو جوج بيضات، هنايا جوج ديال البيضات غادي نهرسوهم، غادي نجيبو واحد الفرشيط غادي نضربوها، غادي نجيبو هنايا المعدنوس يكون بواحد الكميه كثيره شي شويه على اللي كنديرو، كتعرفوا الفوائد ديال المعدنوس. حاولوا الربع يكون هذا المعدنوس يكون عندكم ما فازكش باش يجيكم في التقطيع ساهل. صافي غادي نديرو هكذا باش نخويو علينا الغذا، غادي نجيبو المعدنوس
ما عندناش كيبن الحاجه، وغادي نزيدو البصله غادي نزيدو هنايا الطحين، عفوا غادي نزيدو ما فشت الحر، غادي ما نزيدوش ما نديروش بزاف ديال ما فشت الحر غير باش تبن الليلة. معلقة صغيرة ما عمراش. وغادي نزيدو هنايا عندي الكمون والملحة وشوية الخرقوم بلدي وتحميرة. غنخلطو هاد النواشف هكذا مع بعضها، غادي نزيدو ليها خمارة، غادي نزيدو ليها هنايا جو بيض، جوج بيضات، بغيتي ديرو حتى 4 البيضات ديروها على حسب فيما كتضعفوا البيض غتحتاجوا طحين اكثر. هنايا غادي نزيد الطحين وغادي نبدا نعجن. بسم الله غادي نعجن بحال كنعجن شي حلوه ولا شي حاجه. غادي نزيد الطحين، المهم الطحين حتى تشوفوا هذا الخليط هذا. هنا البنات ما درتش الثومه حيت صراحه بالليل وليت كنقص من الثومه، بغيتو تزيدو الثومه زيدوها حيت انا درت البصله ما بغيتش نزيد الثومه. الا كنتو ما بغيتوش ديروا البصله ديروا دريز ديال الثومه وحيدوا البصله، هي صراحه البصله كتبنن هي والمعكوس. حتى وليداتكم اللي ما كياكلوش البصله ما كيحسوش بهذا. تقريبا غنحتاجو كاس ديال الطحين. وغنوريكم حتى الطريقه ديال القلي، غادي تجيكم غتعرفوا كيفاش تقليوها الطريقه ديالها سبيسيال يعني باش تعرفوا. حتى انا صراحه ملي جربتها جاتني زوينه. هنا البنات غادي نشدو هاد المعقوده غادي نخليوها واحد 5 دقائق في الثلاجه على ما يسخن لينا الزيت، ولا ما نغسلو هاد المعينات هادو اللي رونا فيهم ترتاح شويه وعاد نبداو نقليوها بحيت هي خصها. دابا غادي نبداو نقليو المعقوله ديالنا.
غادي نبداو نهزو الزيت. هاهي الطريقة هادي باش تنفخ الزيت. هاد البنات صراحة كتجي واعرة واعرة شتو غير جربوها والله حتى غتعجبكم.